لوكس 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 شي حاجة مليحة. كاين محرشة محرشتي واش كاين محرشة ها واش كاين محرشة السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ صافا الامور زاهيه؟ 5555 الله يحفظكم. المهم اليوم غادي تشوفوا معايا مشيت سلفت واحد البيكالا، كيف كتعرفوا معايا مثلا نقولوا حنايا سلفت واحد البيكالا باش غدا ان شاء الله يعني نمشي نخرج، حيت كنخرج نهار الخميس. كيف كتعرفوا بوليفيا يعني مع يعني الدواء هذا اللي يعني اللي الله يجيني منه ويجيكم ويجي جميع الامه الاسلاميه، الدوبة هذا اللي شلل العالم كامل. يعني هو القضية عندنا حامضة ولا كيزيدو كيزيدو، يعني حنا حاليا واصلين تقريبا غادي ل 20,000 يعني اللي الناس مراض ومات شي 600 واحد ويعني وتعالجوا نقولوا مثلا يعني براو تقريبا نقولوا شي 3000 شي 4000 وشي حاجة، فهمتيني؟ يعني المهم عندي كنخرجنا غير نهار الخميس الخوت. اليوم مشيت تسلفت البيكالا، هي هذي البومبا كيف كتشوفوا معايا البيك على سلفتها هيا سلفتها البيكالا دوريجين كيف كتشوفوا معايا. ونفس الوقت اليوم الفيديو غيتعلق يعني بزاف ديال الحوايج، غادي نوريكم واش غادي ندير وغادي نطيب شي حاجه ان شاء الله، ونتمنى يكون الفيديو في الاعجاب تاعكم. هاد الكابري هذا راه مهم البيكالا ديالها واحد 20 الله يكثر خيره وسلفها ليا البومبا هادي. واحد 20 سلف ليها البيكالا، هذا شت كابري هذا كيف كتشوفوا معايا الكابل، وشريت شريت هذا البريز وهذا غادي نحاول نركبو. يلا ما تزبيوش غادي نحاول ان شاء الله باذن الله يعني نصوب هاد الخيط هذا، ومن بعد الخيط نحاول نطيبو شي حاجه. ويريكن يطور من الاسم اللي كاين لي سيت غنحاولو المهم الناس يوريك شنو هي الصناعه ديالكم ولا الحرشه. الصناعه نقدر نقول لك يعني سبع صناع ورزقو ضيع هي هادي. نحاولو نحلو هذا ونحاولو نحل الخوت هذا. تنحاولو نحلو هاد الفيسات هادو يعني باش نفيكسي تكسي في التوشيات هادو تريسيا فهمتوني؟ ما قالكمش واحد تريسيا تريسيا هو هادا شفتو ولا مشفتوش؟ هدا خلاص راه سكوتش، هدا راه ماشي زعما مقطع ولا شي حاجة، هاكا جمع بيه الخيوط وصل وتحاولو نديرو ليه الفيس ديالو. هو هذا دابا غنشوفو
نشوفوا هذا هذا ركبوه دابا نيت الخوت انتم كيف كتشوفوا حتى لهنايا فاهمين الديكور فهمت سيرينا فاهمين الديكور نحاول نردو له التوشيه هادي وندير هذا الوسط كما لاحظتوا معايا يعني الكابل كان خاصني فهمتوني الكابل كان خاصني يا هو غادي نحاول نسيي نحاول نبرونشي فهمتوني نحاول نبرونشي الله يسلك هاو صافي حتى نشوف ليكم هاني غادي نبرونشي نشوف برونشيتو الخوت برونشيتو فهمتيني برونشيتو الله يتابع برونشيتو بالله صافي هو هذاك النضا المهم الخوت كيف تشوفوا معايا مشيت تقديت يعني بعد التواشه وداكشي والحوت رمان غادي نحاول دابا ما امكن يعني شتي اش غادي ندير غادي نحاول ندير الروز نطيب الروز ونوريكم كلشي تابعوا معايا الخوت الخوت افين المهم انا نمشي نطيبو فهمت نمشي قبل ما نطيبو غنمشي نغسل الموانات هادو غادي نطيبو صافي هانتوما الخوت يعني غسلنا الكويميلا والطبصير وجوج كيسان واحد المعلقه وهذه وهذه اش كيقول المقلع المقلع واخا حنا غنبداو نطيبو فهمتوا المهم الخوت يعني غنحاولو نطيبو واحد شويه الرز المهم الزيت على الاخوان نديرو شويه الزيت كيف كتشوفوا معايا غادي نحاولو نديرو واحد شويه الزيت فهمتوني واحد تقدر ديروا مثلا جوج معلقات كبار تاع الزيت فهمتوني وهنا غنحاولوا نشدو يعني نشد يعني الطاسه ديال الرز ما عامرش خاصها واحد شويه خاصها واحد شويه الا كانت هاد الطاسه عامره يعني عامره حتى الفم كدير لي من بعد ثلاثه ديال ثلاثه الكيسان تاع الماء بحال هادو ولكن حتى من بعد غنديروا دابا الرز ها هو وغنحاولوا نشعلوا البريكه نشعلوا البريكه الخوت البوطه هي هذيك هي هذيك هي هذه يعني حيت دغيا كتحرقها الخوت فهمتوني دغيا يعني كاين بعض المرات على حسب العافيه كاين العافيه اللي كتحط فيها نورمال كتبقى ولكن عندي البوطه هنايا مشيتي بلي مجهد فهمتيني يعني في البلاصه الا مشيت تنديرها غيتحرق داكشي كامل طريقه باش يعني كنديروا الاخوان كنبقى نقلب ونشقلب فيه بحال هذا الشكل هذا بحال هذا الشكل هذا فهمتيني هذا الروز دابا يعني تيبان تيبان بيض كيف كتشوفوا معايا الروز كيبان بيض خصني نبقى نشقلب فيه ونقلب فيه نشقلب فيه ونقلب فيه حتى يولي يعطي واحد الكولور اللي هو دابا بيض كيف كيبان لكم شتي البيضيه خصو يولي بحال الشكل ديال الاحمر ما يتحرقش ولكن يولي شويه بحال محمر فهمتي حتى كيتحمر ملي كيتحمر عاد ديك الساعه كنحاول ندير له مثلا يعني سميتو ندير ليه بغيتي دير شويه الملحه دابا حاليا نديرها له بغيتي من بعد حتى كيتحمر هذا انا عاد كندير ليه الملحه ملي كيتحمر عاد كندير ليه الملحه ومن كدير ليه الملحه كدير ليه ثلاثه ديال الطاسات ديال الماء ديال هادو هما هذه دابا غندير ليها جوج ونص حيت يعني ما كملش الطاسه كامله فهمتوني انا مهم من بعد تشوفوا معايا انا خاصني نبقى معاه هكا قلب وشقلب حتى يولي يعني حتى يتحمر هذا الرز هذا اللي تيبان لكم بيض صافي وانتم الاخوان خصو يعني تبقى تقلب فيه وتشقلب فيه حتى يولي في هذا اللون هذا شفتوه يعني مابقاش يعني شي يعني داير داير اللون تاع سميتو محمر هانتو محمر هانتوما اللون ديالو انا كنقلب فيه حتى يولي بحال هاد الشكل راه مابقاش بيضه الدراري الرز مابقاش بيض شتي يعني الرز محمر عاد ديك الساعه كتحاول يعني انت دير ليه الماء فهمتوني نحاول نقرب لكم الكاميرا شفتو يعني محمر مابقاش بيض الخوت فهمتوني
يعني محمر. ودابا يعني من نهار درتو من قبيله من درتو بقيت كنقلفوش قلفين بحال هكا تقريبا 5 دقائق فهمتوني. بارك الله غادي نحربوه دابا. انا غنحاول ندير الماء يعني سخنت الماء واد سخنت الماء سخنت الماء غندير ليه يعني ها الطاسه الطاسه الاولى. بدا 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 الطاسه الاولى غندير ليه الثانيه حيت الماء سخون الدراري فهمتي. وغندير ليه يعني غنزيد له نص طاسه تقريبا تقريبا 3 طاسات اللي درت للخبز فهمتوني. غادي نشوف الروز ديال مول الحرشه كيفاش غادي يطلع فهمتني. غادي نشوف ان شاء الله الروز ديال مول الحرشه كيفاش غادي يطلع. نحاول دابا ندير انا يعني الملحه عاد غندير له دابا هنا يعني غندير له الملحه نشوف يعني بطريقه السويديه نديرو الملحه تخصو من بعد وغادي نزيدو وتندير له عاوتاني الاخوان يعني انتم الاخوان غادي نحاول نعمل ليه هاد سميتو هذا اللي هو نقدر نقول لكم يعني المهم انا تيقول ليه باليو انا تيقول ليه باليو ولكن بالعربيه ما عرفتش سميتو بكل صراحه. هذا كيقولوا ليه باليو ربما كنقول انا يعني ماشي تصفيره ماشي داك الخرقوم كنظن ماشي تصفيره كيخلي منين كندير هاد سميتو هذا ملي كديروا لهاد الرز مثلا الرز منين كيطيب كيولي صفر يعني تيخلي داك اللون ولكن راه ماشي هذاك التصفيره ماشي التصفيره تيقول لي هنا باليو تيقول لي باليو وانا ما عرفتش بالعربيه اش كيقول الاخوت. هو هذا هو باليو باش يبقى الراس فر اصفر فر ابني ادم. الله يحفظكم ليا انتم الاخوات يعني كلشي طاب كيف كلشي طاب كلشي بطل كيف كتشوفوا معايا هنايا الرز اللي طيب واش مول الحريشه طيب ولا ماشي طيب ها نتوما الرز اللي طيب يا هادي واحد البيضه بيضه وهادي شلاضه فيها البصل يعني جد ديك الباط السردين خلط فيه السردين وسميتو مطيشه والبصله يعني احسن ماكله في العالم فهمتوني. المهم الاخوه الاخوات يعني كيف كتشوفوا معايا صبروا ندوقوا داكشي صبروا ندوقوا فين بغيت واش هنا ولا هنا واش هنا ولا هنا المهم ما عيناش نحاولوا ندوق الخوت. يا بسم الله لوكس 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 شي حاجه مليحه. غادي نقرب لكم تشوفوا الاخوان شنو طيب هانتوما يعني نتمنى يكون يعني في الاعجاب ديالكم نحاولوا نهودوا هو الكاميرا هودي 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 ستوب 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 كيف كتشوفوا معايا الخوت هي اللي طيب مول الحريشه الرز وماطي الرز بوحدو والبيضه فوقو ومن بعد عاوتاني هذه سميتها احسن يعني احسن اكله في العالم في 5 دقائق صافي. هذا ما كان الخوت يعني نتمنى يكون في الاعجاب ديالكم ما تنساوش ديرنا داك اللايك ديرنا داك اللايك الخوت و لايك و بارطاج صافي. واش هي مليحه بالله هانتوما البنة البنة الخضر. المهم حتى حنا حتى لهنايا كملنا كلشي. دابا راه عندي شي وحده ديال الليل يعني وحده ديالكم هو كنحسب اليوم الخميس غادي نشوف واش نقدر نعس ولا ما نعش حيت غادي نخرج يعني راه البيكال على برا سلفتها باش نمشي اليوم حيت يعني اليوم الخميس كنخرج غنمشي نضرب شي دور ان شاء الله نتقدى شي حاجه اللي خصني نتقدى ومولا ربي تحياتي ثم تحياتي وكنتمنى يكون عندكم في الاعجاب ديالكم يعني الاكله الشهيه
ديال مول الحريشه كيف كتشوفوا معايا البصل، البصل والمطيشه والحوت داك ديال الباطا، وكتشوفوا معايا الروز انا اللي طيبته. شوفوا الروز كيفاش طيبوا مول الحريشه، وكتشوفوا هنايا بالنسبه لسميتو، بالنسبه للبيضه، بيضه فوق، فهمتني؟ هذه هي احسن اكله. العز تحياتي.